أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد المصطفى الأمين وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية في كل مكان، طابت أوقاتكم وحياكم الله، وها أنتم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآني كلمة الله. أحبائنا وأعزائنا، لا يخفى على حضراتكم أن هذا البرنامج نلتقي فيه أحد حفاظ القرآن الكريم لنستمع إلى تلاوته للقرآن الكريم، نسأله عن الصعوبات التي واجهته أثناء حفظه للقرآن الكريم. دعونا أحبائنا وأعزائنا نرحب بضيفنا العزيز. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. منتظر محمد علي من مؤسسة الحب والحنان القرآنية. إذن ضيفنا لهذه الحلقة هو الحافظ والقارئ مرتضى، أهلا وسهلا به. أستاذ مرتضى وحبيبنا وعزيزنا، من شو وقت بديت بتنحو بهذا السلك القرآني؟ قبل شهر بدأت أحفظ القرآن الكريم. نعم، بدأت أحفظ القرآن الكريم وكان معلمي منتظر رحيم وكان واجهني يعني يحفظني بهذه التلاوة. أستاذ مرتضى، لمن بديت تنحو وتسلك بهذا المنحة القرآني، حسيت أكو في التغير بحياتك من قبل إلى الآن؟ حسيت نعم بتغير طبيعي كلش، لأن ماكو من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم مرتضى، أحبائنا وأعزائنا وغوالينا يقول ماكو أفضل من كلام الله. طبعا كلام الله يعلو ولا يعلى عليه. أحبائي وأعزائي، إحنا الآن في شهر رمضان. أرجع أقلكم مثل ما أقلكم يومي، خلينا نرجع، كافي هاي الأيام اللي ضيعناها من عمرنا باللهو باللعب بمجالس البطالين. الآن خلينا نعود إلى القرآن، فلنعود إلى القرآن. القرآن إذا عدنا إلى، تعرفون شنو معناتها؟ معناتها راح نعيش كأمة اللي أراد الله إلنا، راح نكون أمة مرحومة تحتوي على قيم، تحتوي على مبادئ عالية وقيم سامية. لذلك أحبائي عودوا إلى القرآن، فلنعد كل إحنا خلينا نرجع للقرآن. خلي كل شخص من عندنا يومية يفتح القرآن يقرأ ويحاول يطبق هذه المفاهيم. يومية 5 آيات، يومية 6 آيات، 10 آيات، كل إنسان على قدر اللي يقدر إلا خليه يسوي. أحبائي وأعزائي، عودة إلى أخونا وعزيزنا مرتضى. مرتضى، أنت بداخل أسرتك أنت وحدك سالك بهذا المنح القرآني أم لا؟ أنا مو وحدي، أخوي رضا طلع الأول على العراق، وأختي أيضا هم من حفظت القرآن الكريم. والدتي وليست حافظة بأنها مدرسة للقرآن الكريم وسورة الحمد للقراءة الصحيحة. إذن أحبائي وأعزائي، يقول لنا مرتضى أنه هو مو وحدة من داخل أسرته من حفاظ القرآن الكريم، عنده أخوه كذلك أخته الله يوفقهم، ويقول والدته أيضا هي أستاذة في مركز لتعليم القرآن الكريم. ويقول أيضا ما شاء الله أكو مبادرة انطلقت أيضا كلش رائعة، وهي تعليم الناس قراءة الحمد، تصحيح قراءة الحمد. كثيرين يصلي صلاته وصورة الحمد يقرأها بشكل خاطئ، لذلك أكو انطلقت مبادرة جدا رائعة، ومشكورين وموفقين، وكل شخص يعمل بها اللهم وفقه لخدمة القرآن ولخدمة الدين. حبيبنا مرتضى، خلينا نستمع إلى بعض الآيات بصوتك الحلو، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. صدق الله العلي العظيم. أحسنت يا أخونا وعزيزنا على هذه التلاوة العطرة، نتمنى لك الموفقية والإبداع والتألق. أحبتي ومشاهدينا الأعزاء، بإمكاننا التنويه أن برنامجنا يظهر يوميا. بإمكاننا أيضا أن أود أن نعلمكم أننا نستقبل ملاحظاتكم ومشاركاتكم على حساب البرنامج كلمة الشباب في الفيسبوك. أحبتي وأعزائي، لا تنسوا أن القرآن هو كلمة الله. أحباءنا وأعزائنا، القرآن هو كلمة الله، لا تهجروا القرآن. نشكر ضيفنا وأخونا وعزيزنا منتظر. أحبائي وأعزائي، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نلتقيكم على بركة الله في يوم رمضاني قادم غدا إن شاء الله، وبرنامجكم كلمة الله. فإلى ذلك الملتقى، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.